سوف أقدم لكم تصحيح امتحان الوطن الموحد للبكالوريا الدولة العادية 2020 الخاص باللغة الإنجليزية، مادة اللغة الإنجليزية لفائدة جميع التلاميذ وكذلك المترشحين الأحرار ذو المسالك الشعب العلمية والتقنية. إذا حظ موفق لجميع التلاميذ والمترشحين الأحرار المقبلين على امتحان الوطن الموحد للبكالوريا 2021. ابقوا معنا بعد قليل سوف أقدم لكم التصحيح. إذا سوف أقدم لكم تصحيح ديال هذا الامتحان الوطن الموحد للبكالوريا الدول العديد 2020 الخاص بالتلاميذ المترشحين الأحرار ذو المسالك الشعب العلمية والتقنية. هو تتكون من جزئين، الجزء الأول خاص بالفهم comprehension والجزء الثاني هو خاص باللغة language. إذا كل من الفهم comprehension واللغة language على 15 نقطة 15 points. إذا 15 نقطة معناه شيء إيجابي جدا في الكومبريونسيون إلا تمكنتوا من قراءة جيدة للنص. خاصكم ولا بد تقرأوا النص بشكل جيد باش يمكن لكم تحصلوا على 15 نقطة الخاصة بالفهم. إذا على بركة الله نبدأ. السلام عليكم من جديد أيها التلاميذ الأعزاء مترشحي الأحرار كذلك المقبلين على الامتحان الوطني باللغة الإنجليزية، تتمنى لكم حظ موفق. إذا قبل ما نطرقوا الأجوبة خصنا نفهموا الأسئلة بعدك. إذا أول شيء نقدم لكم هو النصيحة، تقول لك base all your answers on the text، معناها خاصك ولا بد تقرأ النص عدة مرات من أجل فهم واستيعاب، لأن الأغلبية ديال الأجوبة ديالك غتعتمد على النص. مثلا نطرقوا دابا لشرح ديال الأسئلة. Are the statements true or false justified؟ من بين أول سؤال يمكن لك تجاوب عليه في الامتحان الوطني هو هذا، Are the statement true or false justified؟ إيش بغيت نقولك؟ تقولك واش الأجوبة زعما واش هاد الجمل واش هاد the sentence statements واش هاد لي بروبوزيسيون واش هاد الاقتراحات واش هي صحيحة أم خاطئة، معنى هاد الجمل هادو صحيحة أم خاطئة. ولكن خاص تعتمد على الجاستيفاي من النص، خاصك تعلل ذلك من النص. تقول دابا السؤال الثاني أيها التلاميذ الأعزاء مترشحي الأحرار المقبلين على الامتحان الوطني، عندنا answer the following questions، معناه يجب عليك إجابة على الأسئلة من النص. Complete the following sentence with information from the text، أنا يجب عليك إتمام هاد الجمل من النص بالاعتماد على المعلومات اللي في النص. هنا هاد السؤال الثالث شيء ما صعب مقارنة بالأسئلة السابقة، يجب عليكم الاهتمام به كثيرا. Complete the following sentence، يجب عليك إتمام الجمل بالاعتماد بالخصوص على المعلومات اللي كاينين في النص. معناه يجب عليك أن تقوم بإعادة صياغة ديال الجواب، إعادة صياغة ديال المعلومات اللي كاينة في النص وتحاول تكمل هاد الجملة. هنا شيء ما صعب، pick up out from the text phrases or sentences which show that. إذا خاصك تقرأ مزيان هاد sentences، هاد الجمل هادو تقراهم بشكل جيد تستوعبهم وتبحث من النص على العبارات اللي تدل عليهم، فهمتي؟ كريت فهمتي بيك اوت معنى استخرج فروم ذا تكست فريزز معنى عبارات اور سنتنس معنى جمل ويتش شو ذات اللي تبين ذلك. اذا القراءة دي كريت انتريستنس ان بيكامين فاميس، ومن بعد غادي تبحث عن النص شنو المعنى ديال هادي، غادي تبحث عن النص شنو المعنى ديال هاد لافراز، شنو المعنى ديال هاد لافراز من النص بالاعتماد على النص. قالك base all your answer on the text،
من بين الأسئلة السهلة جدا نحصل على أسئلة نقطة فريمون غراتويتمون. Find in the text word that the mean almost the same as. إذا هنا عندك الكلمات أنت لاشرون مثلا كنتين، هنا عندك الفقرة اللي في هذه الكلمة. إذا الباراغراف الأولى ما فيهاش انترناشونال، ولكن فيها المرادف ديال انترناشونال، السينونيم ديال انترناشونال. Define the text word that mean almost the same as، معناه السينونيم ديال انترناشونال، معناه المرادف ديال انترناشونال غتلقاو في الباراغراف الأول، المرادف ديال كونسيرن غتلقاو في الباراغراف 3، المرادف ديال ديغريدن غتلقاو في الباراغراف 5، فهمت؟ المهم انت غادي تبحث على الباراغراف الاول وتشوف فين هي الكلمه المرادف ديالها هي انترناشونال ولا شنو هي المرادف ديال كونسيرن ولا ديغري. بقات السؤال هذا السؤال الاخير سؤال السادس الحصول على نقطتين فريمون غراتويتمون. هي ديتين اكتيفيتي بان وات دو دي اندرلاين ووردز ان ذا تيكست ريفير تو. دائما تتلاح لكم هذا السؤال التقليدي جدا، معناها تبين لكم في النص، مثلا تبين لكم في النص واحد الكلمة مضغوطة أو مسطرة تقول لكم بحثوا على معنى ديالها أو هاد الكلمة على شد أصلا. The teen activist كاين واحد الكلمة سابقة تدل عليها شنو هي الكلمة دي، ولكن شوف The teen activist هنا في باراغراف 3 يوريكم بالضبط فين كاين موجوده التين اكتيفيست مثلا في الفقره الثالثه، ولكن نتوما خاصكم تبحثوا على الكلمه اللي تدل عليها في الباراغرافات في الفقرات السابقه. ديم كذلك موجوده في الباراغراف 5، ولكن خاصكم تبحثوا بالضبط شنو هي الكلمه اللي تدل على ديم في الفقرات السابقه. فهم؟ إذا سوف أعيد بعجالة باش ما نضيعش لكم الوقت بزاف. إذا بالنسبة للسؤال الأول فاهمينه بزاف، إذا سؤال تقليدي جدا، أول سؤال غادي تطلع لكم في الامتحان الوطني هو هذا Are the statement true or false؟ هل هذه الكلمات هذه الجمل واش هي فعلا صحيحة أم خاطئة؟ Justify ما أنت Justify معناها خاص تخرج كلمة دالة أو جمل دالة على أنك قلتي true ولا قلتي false، خاصك تعلل ذلك. مهمة جستيفاي، اتونسو جستيفاي مهم جدا. اذا هنا غادي تجاوب على الاسئلة بشكل مباشر، هنا غادي تحاول اعادة الصياغة ديال الجواب. اذا نجاوب عندك من النص ولكن ماشي تنقلو مباشرة، ولكن غادي تعاود الصياغة ديالو شنو اللي فهمتي من خلال هذا شوية صحيح حقيقة خاصك تدربو عليه مزيان. بالنسبة لهذا خاصك تستخرج، غادي تستخرج واحد العبارة أو جملة دالة على عبارة أو جملة أخرى، هادي خاص تستخرج كلمات من النص. هما بين لكم أنت عدو تسمى سينونيم، ولكن هما بين لكم باراغراف منها تستخرجوا كلمة. الباراغراف الأولى تستخرجوا كلمة الأولى، باراغراف 3، باراغراف 5، هادي من بين الأسئلة السهلة جدا. هنا العكس، هنا توريكم فين موجودة هي أصلا هاد الكلمة المضغوطة بحال الدين أكتيفيست باين في الباراغراف، ولكن نتوما خاصكم تبحثوا على الكلمة اللي دال عليها في الفقرات السابقة. كيلك واس دو دي أندرلاين ووردز إن دي تكست ريفير تو، فهمتوا؟ معناه ما هي الكلمة الدالة على هذه في الفقرات السابقة. ننتقل الآن إلى الأجوبة.